مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم اينما كنتم تتابعون ماي تي في قناه الشرق الاوسط في اوروبا. سنتجول اليوم في العاصمه برلين لنتعرف معا الى اجواء شهر رمضان المبارك مع الجاليات العربيه المتواجده هنا. رافقونا. مع شهر رمضان المبارك. رمضان كريم على الأمة الإسلامية وعيد مبارك مقدما. أنت جديد هلا هون ببرلين، يعني أجواء الشهر الفضيل رح تكون مختلفة عن أجواء العراق. خبرنا شوي عن هذا الشعور. طبعا يعني أجواء العراق أجواء ببلدنا بإسلامنا يعني هون يختلف، يعني في العراق عندنا يعني مميزات حلوه برمضان في الفطور في السحور. يعني شو بتقول لاهلك بالعراق هلا؟ اقول لهم رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير وعيد كريم وبحبهم. الله يخلي لك. الله يخليكم ويسلم. وحضرتك كمان من العراق؟ كمان من العراق. اهلا وسهلا فيك معنا. خبرنا عن اجواء شهر رمضان المبارك ببرلين، بتختلف عن العراق؟ يعني هنا مثل ما تشوفين انت مو ذيك اللمة والأهل وبين أهلك وناسك، يعني متغربين. أوجه كلمة جميع الأمة الإسلامية بكل بقاع الأرض وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده. أنا بالشارع العرب هذا وبشتغل زمان اشتغلتي هون كثير اوضاع، هيك بتحسي حالك يعني انه بلد، يعني مثل بسوريا او بلد عربي ثاني. يعني هون بتلاقي عم يبيعوا سوس ومعروف وحلو وهالشغلات هي. هي حلوه يعني انه هيك الاجواء حلوه، يعني بتحسسنا كانه نحن بال يعني كانه نحن مثلا بسوريا، يعني بحلب هيك الاجواء مثلا. أنا بحب أعايد لكل الشعب المسلم وبقول الله يهدي الأوضاع بسوريا ويهدي الأوضاع بفلسطين ويهدي الأوضاع بكل أنحاء الوطن العربي. من وين حضرتك؟ أنا من فلسطين. أنا ورمضان ما له بهجة إذا ما في العيلة موجودة والأم موجودة. رمضان هون غير عن سوريا، شو الفرق؟ فرق كتير. من أي ناحية؟ من كل النواحي، من كل النواحي. كفي هنيك في حياة وما في حياة، ما في حياة. سوريا كلها حياة، ما في حياة، كلها مات. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بترجعي على سوريا وبتكون بخير. إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. حضرتك. أنا رمضنت رمضان الماضي وكان رمضان جميل جدا. يعني الأجواء أكيد بتختلف، يعني لا يعني لا بتسمعي صوت أذان، لا بتفي سحور وفطور، تحسي يعني الدنيا كلها مو ظابطة. فسبحان الله، يعني عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وإن شاء الله رب العالمين يعني يكتب لنا الخير بهالبلد ووفينا. بصراحة أنا حابب أوجه يعني معايدة خاصة لأهلي بسوريا، وأنا صار لي تقريبا سنتين ما شفتهم، وإن شاء الله رب العالمين يجمعنا فيهم على قريب، إن شاء الله يضلوا بخير وسلامة والله يحمي كل العالم يا رب. هون ما في أجواء رمضان مثل سوريا مثلا، الأكلات الحلوة كذا، جو رمضان، الأذان عند الفطور. بحب عايد أهلي بسوريا، بحب عايد أبوي وأمي وإخواني بسوريا، ولهم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليهم بالصحة والخير يا رب. مدام كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا رب. بدي من حضرتك معايدة لشهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير، وأنا هي أول سنة إلي، يعني أول رمضان كمان إلي، وإن شاء الله يكون حلو علينا
ومبارك عليكم وعلينا. بتمنى الخير والسلام لكل الأمة الإسلامية والعربية. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا الرمضانية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. دمتم بخير. رمضان كريم.